طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي الأعزاء. اليوم بإذن الله راح ناخذ درسين. درس إذا سمعتم حديث إذا سمعتم المؤلف أقول مثل ما يقول، والدرس اللي بعد إن شاء الله. طيب، قبل أن نبدأ الدرسين هذه بإذن الله راح نتذكر مع بعض صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنتم حليتوها. طبعا صفة الصلاة على النبي اللي هي أهم حاجة تعرفها، إيش معنى الصلاة على النبي ومواطن الصلاة على النبي وقصص من حرص الصحابة رضي الله عنهم. طبعا معروف الصلاة على النبي، صفة الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا كل صلاة ما شاء الله عليكم تقولوها، ومعروف هذه صفة الصلاة من المواطن. بعد إجابة المؤذن، يعني بعد ما تنتهي من المؤذن، عند دخول المسجد، عند ذكر يوم الجمعة، عند الدعاء، هذه مواطن كثيرة يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من القصص قصة أبي بن كعب مشهورة جدا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكم أجعل لك من صلاتي، اللي هي مقصود فيها الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي، اللي هي إيش؟ الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال لها أبي: الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. وقال قلت، يعني أبي بن كعب يقول: قلت النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فلك الثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كلها يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك إيش؟ ذنبك. هذه من القصص اللي تبين لك أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه إيش؟ وسلم. طيب، درسنا اليوم اللي هو بدون عنوان، بعد ما نقرأ الحديث بإذن الله ونفصله ونعرف راوي الحديث ونشوف معاني الحديث، راح نطلع بإذن الله العنوان. طيب، تمهيد: كلما ارتفع صوت الأذان ارتبط قلب المؤمن بنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بذكر والصلاة عليه وسؤال الله له الوسيلة، فبعد متابعة المؤذن تستحب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤكد ذلك الحديث الآتي. طيب، نشوف الحديث ونتأكد. طيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص هذا صحابي جليل، وكان مشهور بغزارة العلم، وكان مجتهد في العباد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. إيش قال النبي؟ قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. طبعا أبوه وأمه كان إيش؟ صحابيان. إيش سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ سمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا المقصود فيها إيش يقول المؤذن؟ اللي هو الله أكبر الله أكبر. طبعا حافظينها ما شاء الله عليكم، ودرسكم أستاذ خلف صف خامس الأذان. طيب، إيش يقول المؤذن؟ سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها إيش؟ 10. طبعا المقصود هنا بالصلاة اللي هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى علي بها 10 أعطاه 10 من إيش؟ من الرحمة. لما واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، الله يصلي عليه إيش؟ بها 10 من إيش؟ الرحمة. طيب، بعد ما ينتهي الأذان، بعد ما ينتهي الأذان طبعا أنت تردد مع المؤذن كل حاجة، الله أكبر، إلا حي على الصلاة، حي على الصلاة وحي على الفلاح. الواحد إيش يقول؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ممتازين. طيب، ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة، والوسيلة هي المنزلة إيش؟ منزلة عالية، المنزل العالي، وهي منزلة في الجنة، وهي منزلة في الجنة، هي أعلاها وأغلاها وأرفعها، وهي من أعلى وأرفع إيش؟ المنازل في الجنة. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لا يحصل عليها إلا واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو إيش؟ أنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوفوا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أرجو، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. المنزلة أو الوسيلة هي إيش؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أوصانا يعني أن نسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان، إحنا إيش نقول؟ أو تسمع والدينك إيش يقول؟ يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثهم اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف إيش؟ الميعاد. هذه هي إيش؟
الوسيلة الذي نسألها للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له إيش؟ الشفاعة. يعني وجبت للشخص اللي دائم يردد بعد ما ينتهي المؤذن يردد الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع له النبي يوم القيامة بإذن الله، أن نكون من الناس اللي يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايش نكتب عنوان؟ بالتعاون مع مجموعتي اقترح عنوان للدرس واكتبه في اعلى الصفحة. اكتبوا العنوان، خلوا اكتبوا عند سماع الدعاء، عند سماع المؤذن، او عند سماع ماذا نقول عند سماع المؤذن. طيب مثل ما يقول في كل جمل الاذان، الا يعني الواحد المؤذن لما يؤذن في جملة، في كل جمل اذان فراغ في السنة ان يقال لا حول ولا قوة الا بالله، تونا قلنا ممتازين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، ثم صلوا علي اي بعد فراغكم تصلي ايش على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بها 10 اي اعطاه 10 من ايش؟ من الرحمة. طيب زي ما قلنا قبل شوية، الوسيلة هي المنزلة العالية، منزلة في الجنة اي من منازلها، وهي اعلاها واغلاها وارفعها، لا تنبغي الا لعبد لا يحصل عليها الا واحدا من عباد الله. وأرجو قالها تواضعا، لأنه اللي قال المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، قالها تواضعا لأنه إذا كان أفضل الأنام فلمن يكون ذلك إيش المقام، حلت له الشفاعة أي وجبت له. طبعا شرحنا الحديث بس هذه للفائدة، قالنا مع الحديث. طيب مما يستفاد من الحديث فضيلة إجابة المؤذن، لا فضيلة عظيمة جدا، وهي إيش؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، استحباب الصلاة على رسول الله بعد الفراغ من متابعة المؤذن وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم، فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تضاعف إلى 10، ها من صلى عليه صلاة واحد صلى الله عليه بها إيش 10. طيب الفراغين هذه إيش راح نكتب الشباب؟ ها اسمعكم يا ممتازين، اعتبروني اسمعكم. طيب الأجر العظيم، حصول الأجر العظيم هذا أول حاجة. طيب اللي بعده يا شباب، ها تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ممتازين، هذا استفدناه من الحديث، الخمس أشياء استفدناها من الحديث. طيب نيجي للراوي الحديث، قلنا الراوي الحديث هو عبد الله بن عمرو، وعرفناه هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، وهو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما. صفاته كان غزير العلم مجتهدا في العبادة، فضائل، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأمه عبد الله، يعني من أهم فضائل، من أهم الأشياء اللي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب الدعاء، توني قلنا الدعاء هذا، اكتب الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من المؤذن، يلا ها اكتبوه يا شباب، اللي هو بداية ايش؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. طيب يقول لك هذا نشاط، يعني النشاط الثاني نشاط مهم صراحة، ويبين لك فاهم ولا متفاهمه، وبين العلاقة بين محبة صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ها ممتازين، أنها من علامات محبته صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، أنها من علامات المحبة صلى الله عليه وسلم. طيب نتعلم لنعلم، أكمل الفراغات الآتية. من ثمرات الصلاة على النبي، ها قلنا من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها إيش؟ ممتازين، صلى الله بها عليه 10، أنها تضاعف إلى 10 إيش؟ حسنات. الوسيلة، ها ممتازين، الوسيلة هي إيش؟ المنزل العالية، وهي من أعلى المنازل وأرفعها في الجنة. طيب وبين جزاء من تابع المؤذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حاجة إن إذا الواحد تابع المؤذن راح تحله إيش؟ ممتازين، راح تحل الشفاعة، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أوضح كيفية الترديد مع المؤذن في جميع جمل الأذان، طبعا كل جملة يقولها المؤذن راح تردها نفس إيش اللي راح يقول المؤذن، مثلا الله أكبر تقول الله أكبر، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، إيش قلنا؟ تقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ممتازين. طيب هذا الدرس باختصار اللي هو درس لماذا أو عند سماع إيش المؤذن. طيب أي واحد عنده استفسار أو شيء يرسل على الواتساب إن شاء الله، أو يرسل على الموقع نفس أودوشير. طيب الدرس الثاني راح كمان بعد ما نقرأ الحديث بإذن الله
راح نعرف ونكتب العنوان فوق بإذن الله. طيب، تمهيد الدعاء عبادة من العبادات العظيمة، يعني عرف أن الدرس هذا درس عن إيش؟ الدعاء. طيب، الدعاء عبادة من العبادات العظيمة التي شرع لها آداب مستحبة. من ذلك ما ورد في الحديث الآتي عن فضالة بن عبيد قال رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، في واحد يدعو في صلاته، يا بعد الصلاة يا قبل إيش؟ يا قبل الصلاة، يعني بعد ما ينتهي من التشهد أو بعد الانتهاء من الصلاة. لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني الرجل هذا إيش؟ مستعجل. ثم دعاه فقال له أو لغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الشخص أو دعا واحد غيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه. طيب زي إيش تحميد الله؟ ها شباب، مثلا: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وفي دعاء: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والثناء على الله عز وجل، تشكر الله وتحمد على كل شيء بما أنعم الله عليك. طيب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف الصلاة على النبي وصفتها، ثم يدعو بما شاء، يعني تدعو بما يعني في خاطرك، تدعو بما إيش في خاطرك. طيب خلاص، هذه يعني هذا العنوان، راح نكتب العنوان من آداب، اكتب العنوان هنا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. طيب، من آداب الدعاء قلنا إيش؟ إن الواحد يمجد ويحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعده إيش؟ بعده بما شاء، ثم يدعو بعده بما إيش؟ بما شاء. ممتازين. طيب، هنتعرف على فضالة بن عبيد بإذن الله. طبعا فضالة بن عبيد توفي سنة 53. طيب، يدعو في صلاته، أي في آخر صلاته، وبعد زي ما قلنا بعد ما ينتهي من التشهد أو بعد إيش؟ بعد ما يخلص الصلاة. طيب، عجل هذا بسبب ترك الترتيب في الدعاء وعرض السؤال قبل إيش؟ الوسيلة، يعني ما أخذ بآداب إيش؟ الدعاء. إذا صلى أحدكم، أي إذا صلى وفرغ فقعد ليش للدعاء، يعني بعد ما ينتهي من إيش؟ من الصلاة. طيب، فليبدأ بتحميد الله، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه من كل ثناء جميل، ويشكر على كل عطاء جزيل، مثل أن يقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ممتازين. طيب، اللي استفدتوه من الحديث، بدأ الدعاء بالتحميد والتمجيد لله تعالى، ثم الصلاة على النبي. خلاص عرفنا في آداب معينة إن الواحد يستحب إنه إيش يبدأ فيها، مثلا تحميد الله وتمجيد والثناء عليه، بعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تدعي لنفسك بما ترغب، تدعي لوالدينك، تدعي الله يوفقك، الله يثبتك على الصلاة، الله يوفقك وينجحك، تدعي بما تشتهي نفسك. طيب، جواز الدعاء في الصلاة بأمور الدين والدنيا. استفدنا في الحديث إن الواحد بعد ما ينتهي من التشهد خلاص يدعي بما إيش؟ بما في خاطره. طيب، استحباب تعليم الجاهل بالأسلوب إيش؟ أحسن. عندما يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم إن الشخص هذا جاهل، أخذه ما قال له قدام الناس ونصحه، أخذه على جنب وإيش؟ ونصحه بأسلوب إيش؟ حسن. ذم العجلة والسراعة في الصلاة، يعني لازم الواحد يكون إيش؟ رزين ويخشع في الصلاة، وكمان أيضا في الدعاء. طيب، في عندكم فراغين الآن، يا شباب ها شاركونا. ممتازين. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين، يعني علم الشخص هذا والناس اللي جاهلين كان، علمهم في أمور إيش؟ الدين، اللي هو من آداب إيش؟ الدعاء. طيب، إن الواحد لازم يمجد ويثني إيش؟ على الله عز وجل قبل البدء بإيش؟ بالدعاء ما يرغب به. ممتازين. أو يكون الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة، يكون الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي، صفاته: كان من كبار القراء وممن تقلد الولايات، يعني صار والي على إيش؟ الولايات أو حاكم عليها. طيب، أسلم قديما، شاهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وقلت لكم توفي سنة معلومة، توفي سنة 53 من الهجرة. طيب، النشاط هذا راح أحل كل مربع، بس أول مربع لكم عشان تعرفوا باقي المربعات. طيب، يقول لك: التعاون مع زملائي في تلخيص ما ورد في الدرس الخامس والسادس والسابع والثامن في الشكل الآتي. من فضائل الصلاة على النبي، ها يا شباب، سبب لمغفرة الذنوب، أول مربع هنا من
هو المربع سبب لمغفرة ايش، او سبيل لمغفرة ايش، الذنوب. طيب، من المواطن التي تستحب فيها الصلاة على النبي، مواطن كثيرة، من أهمها يوم ايش، الجمعة. طيب، ممن يسن قوله عند سماع المؤذن، ها، يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة وحي على ايش، الفلاح. ممتازين. من صيغ الصلاة على النبي، ها، الصلاة الإبراهيمية. ممتازين. طيب، من فوائد حديث ابن فضالة الدعاء شو اسمه، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء على الله عز وجل، الدعاء للشخص لنفسه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل للتقويم. أكمل الفراغات الآتية بما يناسب. ها يا شباب، من آداب الدعاء. ممتازين. تمجيد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، موضع الدعاء في الصلاة. ها يا شباب، ممتازين. في السجود، يعني الواحد يدعي في السجود إذا خلص من التسبيح، يدعي في السجود وقبل إيش، السلام، يعني بعد ما ينتهي من التشهد زي ما قلت لكم قبل شوية. طيب، من التعجل في الدعاء، واحد تعجل في الدعاء إيش راح يصير؟ راح يترك إيش؟ راح يترك الثناء والتمجيد على الله عز وجل. طيب، من فوائد الحديث، مما يستفاد من الحديث ايش قلنا؟ استحباب تعليم الجاهل امور الدين بالشكل، يعني بالاسلوب الحسن، جواز الدعاء في الصلاة بامور الدين والدنيا، يعني الواحد يجوز له يدعي بما شاء في الصلاة. طيب، استنبط من الحديث سببين من اسباب استجابة الدعاء. أهم حاجتين أخذناها اليوم، تمجيد الله والثناء عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبكذا نكون خلصنا الدرسين، ولكم جزيل الشكر والعرفان.